راء متأخرة وكالعادة لازم أطلع أنا بروحي، أنا شكلي بفضحها على تويتر الحين. راء متأخرة وأنا على الهوى تويت، خلني أفضحها عشان ما تتأخر مرة ثانية على الهوى. أنت دام فضايح سعود، يعني ما نغطي على بعض، ما يعني لو دخلتي قبل بثانية ما كنت فضحتك. يعني مفروض أنك شريكي في العمل، شريكي في الجامعة، مفروض نغطي على بعض. ترى هاي المشكلة أنك أنت وراي وراي في كل مكان، فلازم أفضحت. أنا اللي وراك وراك، ولا أنت اللي وراي وراي؟ حرام عليك يا سعود. مساكم الله بالخير مشاهدينا، مساكم الله بالنور والسرور. احنا اليوم نتواصل معاكم مشاهدينا في برنامج آخر الأسبوع إن شاء الله من الساعة 3 حتى الساعة 5. حلقتنا اليوم بتكون مليئة بالمفاجآت ومليئة بالتقارير الحلوة، إن شاء الله تعيبكم إن شاء الله. وطبعا نحن بنكون متواصلين معاكم إن شاء الله طول هذه الحلقة على أكاونت تويتر الخاص بقناة سما دبي @SamaDubaiTV. اللي حابين يتواصلون معنا طول الحلقة، وفي هذه الحلقة عندنا مفاجآت جميلة جدا لأبعد الحدود، محضرين لكم إياها أنا وزميلتي المتألقة دائما رأي الصبان. من بينها أقول المفاجآت؟ ما أدري، أحس لا، خلهم ينصدمون في تقاريرنا وجولاتنا اللي كانت مشاهدينا طيلة الأسابيع اللي طافت. بس أنا أنصحكم تتابعون لأنكم بتشوفون إبداعات رأى الصبان. إبداعاتي أنا؟ يعني تذكرين البوب كورن؟ البوب كورن ويا النوغة. تذكرين أنت بديتي تفضحين، لا خليني ساكت. طيب خلنا نقرأ شوي تويتر سعود. قبل تويتر أنا بقول سؤال الحلقة للي بيشاركوا معنا في هذه المسابقة، لكن اوكي سؤال الحلقه بخليه بعد تقرير عشان نشوقهم. اللي يبون يشاركون في المسابقه هذه لازم يتابعون هذه الحلقه بعد التقرير الجميل اللي بتشوفونه ان شاء الله. بنرجع وبنخبركم السؤال. تبين تخبرينهم عن التقرير ولا انا اخبرهم؟ هي طبعا كان عندنا مشاهدينا جوله في الفجيره، تحديدا مو بجوله، هي رحله، كانت رحله الغوص، بتشوفونها في هذا التقرير والله يستر من فضايح. طبعا نحن تدربنا من الصفر خلال تقريبا 24 ساعة، تدربنا كل الأساسيات ورحنا على طول رحلة بحرية وغصنا أنا وزميلة رؤى. كيف غصنا وكيف تعلمنا وكيف أصلا دارت في بالنا هذه الفكرة، هذا كله بتتابعونه في التقرير. خلونا نشوف إن شاء الله. مشاهدينا نرحب بزميلة الإعلامية المتميزة رؤى الصبان، مساك الله بالخير رؤى. حمتني الصراحة، مساك الله بالنور والسرور، والله بالنور والسرور. شو تسوين رؤى؟ وين أنت الحين؟ أنا جاي صراحة أعيش تجربة جديدة، طبعاً أنت كنت ناوي تعيشني تجارب وايد خطرة، بس أنا استقريت على تجربة الغوص، جايين هني عند ديب بلوسي عشان نتعلم هاي التجربة، تجربة الغوص، إن شاء الله أنتم بعد تستفيدون منها وكلكم تلحقونا هني. هي على بالها رؤى ان هي هربت مني من المغامرات الخطيره، لكن اعتقد هاي مغامره خطيره بعد ولا؟ والله بالنسبه لي يعني انا احب البحر، احب السباحه، لا مو بحاسه انها خطيره. متحمسه رؤى؟ وايد حماس حماس. نحن بنكون معاكم بنتعلم الغواص على مدى 3 ايام، اليوم الثالث ان شاء الله بنروح الفجيره نغوص في الخليج في بحر العرب. بنرافقهم لما ناخذ الليسن، لسن الغواصة، عشان عقب بنحصل سعود في بوكت في شرم الشيخ. عاد وين بنحصلك عقب؟ أنا ولا أنت؟ أنا خلونا نشوف اليوم الأول. أول شيء واللي والأهم أنه لازم أنتوا تعبون الملفات، فهذا ملف لد وهذا ملف لسعود. ممكن لأي شخص أنه يسوي دورة المياه المفتوحة، بس ما نقدر نستقبل الناس اللي هم ما يعرفون يسبحون. كل ما ننزل الحين تحت الماء، كل ما ننزل 10 متر، 10 متر يا جماعة تعادل، إذا تكلمنا في المتر أو تكلمنا في القدم، 10 متر دائما تعادل 33 قدم. الضغط يأثر على شو؟ يأثر على الفراغات الهوائية الموجودة في جسم الإنسان. شو هي الفراغات الهوائية الموجودة في جسم الإنسان؟ 1 الأذن. طبعاً أول شيء إذا الشخص عنده زكام ممنوع إنه يغوص، لأنه ما بيروم إنه يعادل، بشرح لكم شو الأسباب. فبيشعر بالجيوب الأنفية بالضغط. أكثر مكان تأثر الضغط هي الأذن.
مهم عند الصعود مشان ترد حجم الرئة بشكل طبيعي، الصعود ببطء. أنا ورأى خلصنا اليوم الأول في تعلم غواصة. متحمسة بس عاد زيغني شوي التيتشر اللي علمنا طبعاً. وقال إنه ما في خوف، كيف زيغت؟ بالعكس يعني قال إنه هي وايد. أسماك القرش روح شو اسمه؟ بس يعني لا طبعاً حيوانات عادي. يعني أسماك القرش بيدرون كل شيء بيجون يربعون وراك. ما عندهم سالفة مثلاً. هذه رأي دائماً تطلع حجج على العموم. بس أهم شيء شو سعود المايك. ان احنا ما بنسكت حتى تحت الماي نروح نتكلم في المايك الجديد اللي طوروه. لا تعقونها ماسك في ميكروفون الله يخليكم. خصوصا البنات طبعا ما يستغنون عن السوالف حتى تحت البحر. طبعا رأى دائما تحاول تتحجج ان هي تتهرب من كل شيء، لكن يوم الجمعة او يوم السبت حتى لو هي مزجمة بتنزل في الماي. بنزل، هذا تحدي بيني وبين سويس. اليوم انتم المفروض تخلصون اخر غوصتين من الفجيره، بنسوي اخر غوصتين لعمق 18 متر. في هالحاله هاي انتم خلصتوا الكورس، لما تخلصون تاخذون رخصه مؤقته تخليكم تغوصون في اي مكان في العالم. الرخصه الاساسيه بتوصل من بريطانيا عقب تقريبا من 3 الى 4 اسابيع. شو سعود متاكد بتنزل؟ أنا متأكد. أنت متأكدة؟ مشاهدينا أحس إن شيء يعني بدأ يتردد. يتردد وأنا بنتردد. يغير رأيه، يباني أنزل روحي. بس ما علي، أنا بتأكد إنه ينزل قبلي في البحر. يلا سعود جو أهد. بتعب في نفس الوقت، طلعنا تقريبا الساعة 5 الصبح، رحنا الفجيرة وطلقنا من هناك ساعتين لين وصلنا لمكان الغوص. ورؤى اللي كانت مترددة مو بأنا، في التقرير مبين كأني أنا اللي كنت متردد. لا بس النقزة كم تسوى نقزتي صراحة؟ لا لا كفو عليك صراحة. خبرهم قدرت أغطس ولا لا؟ رأى متى مطلعين الليسن؟ الحين نحن سوينا هذا كله وآخر شيء ما طلعنا الليسن؟ أنت ما شاء الله عليه، يعني سعود لو أخبركم كم غطس، هاي أول مرة يغطس فيها. أول غطسة وصل 18 متر تحت أعماق البحر، وثاني غطسة 21. ما شاء الله عليه، لا إله إلا الله، أنا نعينك الحين. أنت كم متر رأى؟ أنا يمكن سنتيمتر. يمكن يعني بس شي نزلت راسي وطلعت أقول حق المدرب أسوي لك شي هاي الحركة إنه خلاص انقطع الأكسجين، انقطع كل شيء، بموت يعني. ترددت يعني. فأسوي لك شي خلاص، طلعني طلعني. تخبلوا. لا هو اللي قال المدرب تقريبا أن نزلت تقريبا حدود المتر أنت وخفتي ورجعتي. ما نزلت متر، وين متر؟ ما خلصت المتر. أنا كنت روحت أنت ونزلت تحت، ما أعرف شو اللي صار. ترى أطالع أشوف ما في حد، اختفيت وفجأة. فأنا خفت، قلت لهم خلاص طلعوني ما قدرت. ردينا نزلنا نغطس مرة ثانية في منطقة ثانية في الفجيرة، قالوا لي خلاص انزلي يلا حاولي هالمرة. رديت حطيت العدة، طبعا العدة وايد ثقيلة وايد ثقيلة. بس ما تحسين فيها في الماي؟ كل يوم ما تحسين فيها في الماي خلاص يعني الوزن هذا كله. لا بس النزلة تشيلها في القارب وايد كانت صعبة. فالبنات مو كل البنات يرومون عليها يعني، وايد ثقيلة.
حاولت اني اختص مره ثانيه لكن للاسف فشلت فشل ذريع. ما ظنتي اعيد التجربه لكن سعود اظن بيعيدها. مو بتعيدين راها؟ كنت متحمسه وانت اللي كنت تشجعيني على اساس اني اطلع الليسر. ترى انت تقول لي سكاي دايفنج ولا غطس وغوص؟ والله الاثنين حلوين. اختار الغوص ارحم. ليش؟ بالعكس سكاي دايفنج اسهل. لا سكاي دايفنج صراحه ما اظن في حياتي بسويها. انا اودي رؤس المره الجايه سكاي دايفنج. هالمره من تركبين الطياره ما في لا رجعوني تقفزين. مستحيل خذ حد وياك غيري انا لا. طيب خبرنا عن السؤال سعود. سؤال الحلقه مشاهدي الكرام اللي حابين يشاركون، السؤال يقول ماذا يسمى الصندوق او الصندوق الخاص بادوات الغوص؟ بما أننا بدينا في موضوع الغوص، ماذا يسمى الصندوق الخاص بأدوات الغوص؟ الإجابة الأولى بشتخته، الإجابة الثانية البيص، أو الإجابة الثالثة الخن. بشتخته، البيص أو الخن، هذه الإجابات الثلاث. طبعا عليكم ترسلون رقم الإجابة، أو للإجابة على السؤال المسابقة يرجى إرسال حرف ألف أو رقم الإجابة 1 2 3 على الرقم 4352 اتصالات أو دو. طبعا الفائز الأول بيكون فائز بمندوس مجموعة من العطور المقدمة من مجموعة الديوان الملكي، البطاش لصناعة العطور، وعلي القمر للعطور، والديوان الملكي للعود.